الحكومة تدعو المجلس الأعلى للجامعات للاجتماع اليوم لبحث الأوضاع المضطربة بالجامعات. في افتتاح المنتدى الاستثماري الخليجي الببلاوي يؤكد أن التقدم الاقتصادي لن يتحقق إلا بتوفر الأمن والاستقرار السياسي في البلاد. وزير الإعلام السوري يقول إن الأسد سيقود المرحلة الانتقالية حال التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمر جنيف 2. منتصف النهار هنا في القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة من النيل. أهلا بكم، والبداية فيها مع فوزي بدر الله. أشكرك إيمان. السيدات والسادة، تحية لحضراتكم. دعا مجلس الوزراء المجلس الأعلى للجامعات إلى اجتماع اليوم لبحث الأوضاع المضطربة بالجامعات واتخاذ ما يلزم بشأنها. وكان الدكتور حازم الببلاوي قد أعرب عن أسفي لما شهدته الجامعات خلال الفترة الماضية من أعمال عنف لا تتناسب مع الدور التاريخي لها، موضحا أن طالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة الذي قتل خلال الاشتباكات الأخيرة أكدت التقارير المبدئية أن وفاته كانت داخل الكلية وليس خارجها نتيجة إصابته بطلق خرطوش من نوع لا تستخدمه الشرطة. كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد دعا طلاب الجامعات إلى عدم الانسياق وراء المؤامرات التي تحاك ضد الوطن بهدف إحداث نوع من الانشقاق الداخلية. وأكد وزير الداخلية أن قوات الأمن المتواجدة في محيط الجامعات لا تستخدم الخرطوش ضد التظاهرات الطلابية. ما بيحدث هو مؤامرة من أجل استثارة القاعدة الطلابية وإحداث نوع من الانشقاق داخلها وضم البعض منها مع الطلاب الإخوان اللي موجودين في الجامعات. ما بيحدث سواء في الأزهر حدث أو في جامعة القاهرة، تأكدوا إن هذا بقصد استثارة الطلاب على مستوى الجمهورية. إنما أنا بأعلن من هنا إن إحنا لا نستخدم خرطوش، ولا فينا واحد يقدر يوجه سلاح في وجه طالب. يوم ما انا اوجه سلاح في وجه طالب، يعني انا اسف، الواحد ايده تتقطع، يعني ده ابني. تنظر اليوم محكمة جناح مستأنف مدينة نصر بأكاديمية الشرطة نظر أولى جلسات استئناف 38 من طلاب جامعة الأزهر على حكم حبسهم سنة وستة أشهر بتهمة التجمهر والاعتداء على قوات الأمن. كما تنظر استئناف النيابة على براءة الطلاب من تهمة إتلاف المنشآت العامة في نفس القضية. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من أكاديمية الشرطة مراسلة النيل بسمة الشعر. بسمة، هل بدأت وقائع جلسة المحاكمة وما هي الأجواء المصاحبة لها؟ بالفعل بدأت المحاكمة منذ قليل، ولكن تجمع أهالي المتهمين أمام أكاديمية الشرطة منذ قليل أيضا يحاولون حضور الجلسة، ولكن الدخول مقصور على المحامين طبقا للتعليمات، وتم منع أيضا الصحفيين والإعلاميين من الدخول. كانت محكمة جناح مدينة نصر منعقدة في أكاديمية الشرطة قد قضت بحبس 38 من طلاب جامعة الأزهر في أحداث الشغب لمدة سنة وستة أشهر بتهمة الإتلاف المتعمد المباني والمنشآت العامة. واليوم تنظر المحكمة الاستئناف على حكم الصادر، ونحن الآن بانتظار حكم المحكمة بالخير مع الأهالي. يعني والأجواء الموجودة لديك خصوصا مع تواجد الأهالي داخل مقر المحاكمة؟ الأهالي هم بالخارج، فتم منعهم من الدخول، والدخول مقصور فقط على المحامين، لم يحضر سوى الأهالي والمحامين فقط. نعم، شكرا جزيلا بسمة الشعر مراسلة النيل من أكاديمية الشرطة. وللمزيد من المتابعة حول تطورات الأوضاع في الجامعات المصرية ينضم إلينا من جامعة عين شمس مراسل النيل أحمد عبد الحميد. أحمد، تحياتي، أبرز ما يمكن أن ترصده في جامعة عين شمس. أحمد، فقدنا الاتصال بالزميل أحمد عبد الحميد في جامعة عين شمس، ومن جامعة القاهرة ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل محمد أبو حمد.
نتواصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. طلب عمرو موسى المصريين بالتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور نظرا للمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وذلك عقب تسليم نسخة من مشروع الدستور للرئيس عدلي منصور. وقال موسى انه لا يوجد تعديل في خارطة المستقبل، وسيتم الالتزام بما نصت عليه الخارطة منذ وضعها، وان الطريق مفتوح امام الدولة لاجراء اي من الانتخابات سواء التشريعية او الرئاسية قبل الاخرى. عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور قام بتسليم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية مشروع الدستور الجديد، ودعا جموع المصريين للمشاركة في الاستفتاء عليه، محذرا من أن مصر تمر بفتنة خطيرة تستوجب وضع حد للخروج منها، وذلك بتأييد المصريين للدستور الذي وصفه بأنه معبر عن الشعب المصري. وقد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر رئاسة الجمهورية. أرجو كل المواطنين أن يشاركوا في الاستفتاء بكثافة كاملة وبمسؤولية، وأيضا أن يصوتوا بنعم. البلد لا تستحمل هذا الكلام، وقطر هناك من يفكر فرصة عظيمة نهرج كمان شوية ونصوت نسخة الدستور ونرجع المسألة لأولها من أولها ونضيع الوقت على البلد. أنا بقى طالب من هذا المنبر، أطالب الجميع بأن يأخذوا في الاعتبار ظروف البلد والوضع السيء الذي نحن فيه، وأن احنا لابد أن نسير ونخرج البلد من هذا المطب الكبير التاريخي. وفي سياق المؤتمر أوضح موسى أن مواد الدستور الجديد عانيت بكافة فئات الشعب المهمشة بعد أن كان الشعب المصري مهمشا بأكمله، حيث رعت لجنة التعديل الحدين الأقصى والأدنى للأجور والتعليم والصحة والبحث العلمي، وكذلك كافة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تلزم الحكومة بالتزامات معينة محددة لوقف تهميش الناس، تهميش الشعب في المسائل الاقتصادية، في المسائل الاجتماعية، في المسائل الثقافية، في الحياة نفسها. لما بتتكلم عن الحد الأدنى للأجور، بتتكلم عن التأمين الصحي، بتتكلم عن زيادة الإسهام في التعليم والصحة والبحث العلمي وغير ذلك، ده له معنى وقف التهميش. أهم أعداء مصر وأعداءنا إحنا هو الفقر، الفقر اللي فائل 50%، فإزاي نتكلم عن فئات مهمشة؟ نحن جميعا كنا مهمشين. وفيما يتعلق بالجدل المثار حول النص الانتقالي الخاص بالقوات المسلحة، أكد موسى على ضرورة الأخذ في الاعتبار الاعتداءات التي توجه للقوات المسلحة، تتطلب المزيد من الوعي لتلك الظروف، وأن هذا النص ليس دائما. المسألة تتطلب ان احنا نكون واعيين للظروف، وبعدين ده نص انتقالي وليس نصا دائما، نص انتقالي لدورتين رئاسيتين، واعتقد ان ده بالاغلبية اللي اخدها تصويتا في لجنة الخمسين ان دي تعكس ايضا اغلبية الاعتقاد لدى الشعب. ويذكر ان الرئيس عدلي منصور سيقوم الايام المقبلة بدعوة المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما على تسلمه المشروع النهائي للدستور الجديد. إذن دستور مصر الجديد أمام الرئيس، وارتياحا على المستويين الشعبي والسياسي بل وأيضا الدولي تجاه هذه الخطوة التي تؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو دولة ديمقراطية حديثة. من مقر رئاسة الجمهورية محمد سليمان، النيل. كانت لجنة الخمسين في مشروع الدستور الجديد قد أقرت عدم وجود كوتا في البرلمان القادم لأي فئة من الفئات، إلا أن المشروع احتوى على مادتين تضمنان تمثيلا ملائما لبعض الفئات. بدورها لم تحصل المرأة على تمييز إيجابي في الدستور، إلا أنها حصلت على نسبة تمثيل 25% في المحليات. على الرغم من نضال المرأة المصرية للوصول إلى تمييز إيجابي في كافة المجالس المنتخبة، إلا أن لجنة الخمسين لم تقر كوتة لها في الدستور الجديد، حيث اقتصر الأمر على نسبة 25% في المحليات، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة مهمة على طريق المشاركة السياسية. لا، أنا أتصور أنه كان من الأفضل طبعا أقرر الكوتة للنساء، وهو كانت مش هتقر بشكل تفصيلي، لكن كان
قال، وأنا قدمت الحقيقة مقترح للجنة الخمسين بنص دستوري بيقول تلتزم الدولة بتمثيل سياسي عادل للمرأة بنسبة لا تقل عن الثلث، ليس فقط في البرلمان لكن في كل المجالس المنتخبة. لكن يبدو أن إلغاء كتلة العمال والفلاحين ساهم مرة أخرى في تهميش المرأة. وينص مشروع الدستور الجديد على عدد من المواد التي تتعلق بحقوق المرأة، أبرزها المادة السادسة التي تنص على حق المرأة في المواطنة الكاملة، وكذلك المادة الحادية عشر التي تتعلق بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة. المادة 11 أعطت للمرأة حقوق كثيرة، وليس على عكس ما هو متصور أنه ليس لم تقرر الكوتا فإنه لم تعطى حقوق المرأة. المادة 11 تحدثت عن ضرورة تمثيل المرأة تمثيلا ملائما في مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة بالذكر مسألة البرلمان والمجالس النيابية، الأمور الخاصة بالمرأة في بيتها، الأمور الخاصة بالمرأة في تربية أطفالها، وضع الطفولة، كل هذه الأمور المعنية بوضعها السياسي والاقتصادي، كل هذه الأمور أنا أتصور أنها كانت ملائمة للغاية. ويضم مشروع الدستور الجديد أكثر من 20 مادة تعطي حقوقا للمرأة المصرية، الأمر الذي يعد خطوة مهمة في استثمار مشاركة المرأة كأحد ركائز التنمية. أشرف إبراهيم، النيل. هذا ولم يغفل مشروع الدستور الجديد سكان العشوائيات الذين تعرضوا لكثير من الظلم على مدار السنوات الماضية. وأقر مشروع الدستور حقوقا واجبة النفاذ لسكان هذه المناطق كمواطنين مصريين وإلزام الدولة الارتقاء بهم. قالوا إن الدستور قد اكتمل، قالوا أيضا إنه يعبر عن كل المصريين، لكن ماذا عن أولئك المهمشين في الأرض الذين لا يعرفون شيئا عن الدستور الجديد؟ انا ما اعرفش الدستور، ما اعرفوش، انا ما اعرفش اي حاجه، تغضب ربنا، ما اعرفش الدستور ده ايه. انا عايز اعيش انا وعيالي بميه ومجاري بس، وعايشين عيشه عيش الكلابي هنا. حال هؤلاء في معرفتهم عن الدستور الجديد هو حال اكثر من 4 ملايين نسمه يقطنون عشوائيات القاهره، دستور لم يقرؤوه ولا يعلمون عنه شيئا سوى أنهم يحلمون بلقمة العيش التي باتت صعبة المنال. الدستور ده يتعامل زي ما يتعامل، أنا ما شفتش منه حاجة، أنا أهم حاجة أشوف لي أنا وعيالي وشغلانة وسكن نظيف وشغلانة نظيفة، وما كانش علي على عيالي حتى، يعني أنا استحملت وعيالي هيستحملوا اللي احنا استحملناه. ده طبعا ما ينفعش تقول لي حطيت في المادة في الدستور، تحط اللي تحطه، أهم حاجة توريني. هو الدستور الطعم الجديد ده في مادة بتطبق على العشوائيات، مين هيطبقها من المادة دي؟ سؤال لا نعلم من يستطيع الإجابة عليه، ولكن الدولة تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية، هكذا تقول إحدى مواد الدستور الجديد، ولكن هل تتحقق الكرامة الإنسانية في تلك الغرفة التي يسكنها هذا العجوز؟ احنا عايزين الدستور، عايزين حاجات كتير قوي من الدستور. اول حاجه عايزين الغلبان اللي عايش في البلد دي اللي معاه 3 عيال وقاعد في اوضه في الحته ديت، بيوت علينا بتقع هنا، في ناس كتير قوي ماتت على فكره هنا. ورغم نبره الحزن التي سيطرت على وجوه الجميع وجسدتها نظرات هذا الصغير الى ان الامل في الحياه لا يزال موجودا، وهو ما ناجى به هذا الشاب السماء بعد اقرارهم بالحق في الحياه من قبل دستور ثورة يونيو. حكومات تتوالى وأنظمة تتساقط وتبقى مشكلة العشوائيات في مصر تنتظر الحلول. دستور قد اكتمل، فهل يستطيع الدستور الجديد أن ينجو بهؤلاء من حياة الموت؟ محمد عبد الحكم، النيل. للمزيد من المتابعة مشاهدينا انضموا إلينا عبر الهاتف الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون العام بجامعة حلوان. دكتور تحياتي أولا. اهلا بحضرتك يا فندم السادة المشاهدين. اشكرك دكتور. من الناحية القانونية، لجنة اعداد الدستور ادخلت تعديلات على المادة المتعلقة بخريطة الطريق، سمحت لرئيس الجمهورية المفاضلة بين اجراء الانتخابات الرئاسية اولا او البرلمانية حسب ما يتراءى للمصلحة العامة للوطن. من الناحية الدستورية، هذا الامر يتعارض مع الاعلان الدستوري الذي صدر عقب ثورة يناير يونيو ام لا؟
بالفعل هذا يتعارض مع ما اتفق عليه المجتمعون في البيان الصادر يوم 3 يوليو الصادر من الفريق اول عبد الفتاح السيسي،